السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه المهندس سأسأ. النهارده هنتكلم عن ماده الرسم الهندسي، ودي موجوده لاعدادي هندسه وفنون جميله وفنون تطبيقيه. الماده دي من المواد المهمه. حابب بس كده اقول لكم مختصر عنها. دي لازم اهم حاجه بيبقى بنهتم قوي بالنظافه، نظافة اللوحة بتاعتنا. نهتم بالخطوط، خطوطنا تبقى خفيفة. طبعا بنستخدم قلم سنون، مينفعش قلم رصاص خشب، وبنستخدم مسطرة تي ومثلث 30-60. وبرضو حابب أوصل لحضراتكم الخطوط اللي احنا بنستخدمها، هما 3 أنواع من الخطوط، مفيش خط تاني. بمعنى إن مبدئيا من أساسيات الرسم الهندسي استخدام الخط الأفقي والخط العمودي والخط بزاوية 30. مفيش خط تاني غير كده، يعني مفيش اتجاه خط تاني غير الـ3 أنواع خطوط دول. هنشتغل مع بعض دلوقتي. منظور. عادة في الرسم الهندسي بيبقى هو كذا قسم او كذا سؤال بيجي لنا، بيعتمد على ازاي يعمل منظور ايزومتريك، وازاي يستنتج المساقط بتاعته، وازاي يطلع مسقط ثالث من مسقطين، وازاي اعمل اليبس. كل ده رسم هندسي. ازاي اعمل سيكشن وقطاع. احنا النهارده هنشتغل الايزومتريك او المنظور اللي هو ده، حاجه زي كده. ازاي انفذ دي بأبعاد حقيقية زي ما هو كاتب لي كده وبالقوانين بتاعتنا. احنا هنثبت المسطرة تي بالمنظر ده كده. هنمسك مثلث كده، هحدد اي نقطة على الخط بتاعنا. انا هاخد خط افق كده زي ما احنا شايفين، وهبتدي اخد نقطة هنا مثلا. هثبت المثلث كده بزاوية 30 على المسطرة تي، واخد خط بالاتجاه ده. هقلب المثلث بزاوية 30 برضو كده زي ما احنا شايفين، وهاخد خط الاتجاه ده. هاخد خط ارتفاع بالمنظر ده كده. كل دي خطوط خفيفة. هبتدي احط عليه الدايمنشن بتاعنا. هو بيقول لي هنا الايزومتريك ده 4 سنتي في 8 سنتي في ارتفاع 2 سنتي. طيب ده خط الارتفاع، باخد عليه 2 سنتي اللي هو الخط العمودي ده، بعلم عليه كده واروح مهرب منه خط بزاوية 30 بالمنظر ده، والناحية التانية نفس الحكاية، خط زاوية 30 بالمنظر ده كده. قال لي الضلع ده 8 سنتي اللي هو ده، بروح واخد 8، حط نقطة كده، واخد خط عمودي بقى عليه ده بزاوية قايمة بزاوية 90. والناحية التانية قال لي هو 4 سنتي. عفوا، ادي 4 سنتي، وباخد خط عمودي. كل ده المسطرة التيم طبعا ما تتحركش، نخلي بالنا ما تتحركش من هنا وما تملش من هنا عشان الشكل يطلع مظبوط. طبعا الخط العمودي ده قابل الخط اللي هو الزاوية 30 ده زي ما احنا شايفين كده، قابلهم في نقطة. المفروض بهرب منها دي زاوية 30، خطوط خفيفة. هقلب المثلث، هاخد خط برضو بزاوية 30 من النقطة دي كده. طلعت بالشكل اللي هو متوازن المستطيلات اللي موجود عندي في الايزومتريك اللي هو ده. انا عملت كل ده اتعمل خلاص. انا فاضل لي المكعب اللي فوق ده. طب المكعب ده هو 2 في 2، وموجود في نص المتوازي المستطيلات ده اللي هو في نصه بالظبط اهو. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ هو قال لي طوله 8 سنتي، يبقى هجيب النص الاكس بتاعه اللي هو السنتر 4 اهي، وهوصلها كده. المكعب نفسه 2 سنتي في 2 سنتي، يبقى هاخد سنتي يمين وسنتي شمال، وهربهم برضو في نفس الاتجاه بزاوية 30 اهو.
ادي صندي يمين صندي شمال، ههرب ده كده وههرب ده كده، هاجي في الاربعة سنتي نفس الحكاية، دي اربعة اهي، هاخد الاكس بتاعنا الاول ناخده من هنا افضل، هقرب ده كده، ده سنتر، ده السنتر بتاعنا اللي هيحدد مكان المكعب بتاعنا فين. هاخد برضو سنتي يمين وسنتي شمال، ادي سنتي يمين سنتي شمال، هقرب النقطتين دول كده، ممكن عشان ما اكترش الخطوط لو انا واصل لي الشكل شويه ما اعملش فيه خطوط ما اعملهاش عشان ما اكترش الخطوط واتلخبط، يعني هيطلع لي الشكل ده اللي هو المنظر اللي تحت ده، هطلع منه هو ارتفاعه 2 سنتي، هطلع 2 سنتي برضو وهقف 2 سنتي 2 سنتي، خدت الارتفاعات بتاعتي، ههرب زاوية 30 بالمنظر ده كده الناحية التانية. طبعا انا شغال بقلم خشب، بس هو المفروض احنا بنشتغل بقلم سنون يا جماعة، انا شغال قلم خشب بس عشان يبان معايا في التصوير الخطوط، لان لو اشتغلت بقلم سنون وخطوط خفيفة ممكن ما يبانش بالمنظر ده. فالرسم الهندسي كل ما كانت خطوط اخف كل ما بقى افضل. يعني هنقفل الشكل بتاعنا كده، هنتقل عليه بس عشان يبان لحضراتكم احنا وصلنا ليه. كده المنظر ده طبعا انا بتقل برضو واحنا شغالين في اللوحة، بنتقل على الخطوط الاساسية وفي خطوط مساعدة نسيبها، انا اكدت عليها قبل كده ما نمسحهاش، احنا هنمسح بس الخطوط اللي خارج الشكل بتاعنا، انما في خطوط جوه عشان تبين، ودي باخد عليها درجات برضو في الامتحان لان هي بتبين ان انا بشتغل وانا فاهم الشغل ايه، مش بنقل من حد او بنقل الشكل وخلاص. المنظر ده كده برضو هنتقل على الخط الاخراني ده، كده خط العمود ده انتقل عليه، بعد كده بحط عليه الدايمنشن كده، انا بجاوبت على السؤال اللي هو مطلوب مني، عمل منظور هندسي او ايزومتري للشكل ده 2 سنتي، هحط الدايمنشن بالمنظر ده كده 2 سنتي 2 سنتي 4 سنتي بالمنظر ده كده، الشكل باين معايا وكده انا عملت المنظور اللي مطلوب مني بالمقاسات بتاعته. طبعا هو في السؤال لما بيجي يديك السؤال ما بيبقاش الدايمنشن المقاسات حقيقيه، ما تبقاش ابعاد حقيقيه غالبا، المفروض انا باخد الرقم وبعمله بالسنتيات. سعدت بيكم وبالتوفيق واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.